لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العرب اللندنية، الحكومة السودانية تتنصل من لقاء البرهان ونتنياهو. في صحيفة المدى، مسؤولون يتخوفون من سيطرة مجاميع مسلحة على مقاتلات F-16. في الزمان، صدامات كر وفر بين المتظاهرين والقبعات الزرق في النجف تسفر عن إصابات. في موقع الهيئة، ساحات الاعتصام تشهد خطوات تصعيدية في ذي قار والقادسية وواسط. في كتابات نشطاء يوثقون جرائم ميليشيا الصدر، اعتداءات بالأسلحة على المتظاهرين والمعتصمين. في القدس العربية، العراق أتباع الصدر يقمعون المتظاهرين في النجف وبابل. وفي العربي الجديد، الأمم المتحدة تطالب بوقف التصعيد العسكري في إدلب. السلام عليكم. كلمة الشارع سبقت كلمة علاوي وتعهداته، حيث خرج المتظاهرون لإعلان الرفض المطلق لعلاوي كونه أحد الفاعلين في العملية السياسية منذ 2003. فقد كان وزيرا للاتصالات في عهد رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي، وهو عضو في البرلمان وحزبي، عمل ضمن كوادر حزب الدعوة سنوات طويلة. عن محمد توفيق علاوي وحكومته التي لم ترى النور، كتب أياد الدليمي في صحيفة العربي الجديد. جاء توفيق علاوي هذه المرة إلى رئاسة الحكومة حلاً وخياراً لأحزاب كثيرة باتت تشعر أن ضغط الشارع بثورته قد تفقدها مكاسبها. صحيح أنه لم يكن مرشح كل الأحزاب والكتل السياسية، إلا أنه يكفي أن يكون مرشح إيران الأخير التي رأت فيه حلاً ومخرجاً، فهي الأخرى تعاني من ضغط الشارع العراقي الرافض لها وللأحزاب والميليشيات التي تدعمها ولا تريد إيران أن تفرط بالعراق الدجاجة التي تبيض لها ذهباً، وهي تدرك أن مهمة السيطرة على العراق عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني صعبة جداً. ومن هنا كان تكليف محمد كوثراني مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني ليقوم بمهمة فرض مرشح تقبل به إيران حتى لو لم يكن مرشحها المفضل. ولعل التعهد الآخر الذي لا يبدو أن علاوي سيكون قادراً على تنفيذه، حديثه عن تشكيلة حكومية من الكفاءات والخبرات المستقلين، وأنه سيرفض إملاءات الأحزاب وسيكون صريحاً مع الشعب في حال تعرضه لأي ضغوط منها، وهو خطاب يذكر بخطاب سلفه المستقيل تحت ضغط الشارع عادل عبد المهدي من دون أن يحقق منه شيئاً. أما تعهد علاوي بحصر السلاح بيد الدولة، فلا يبدو أن علاوي الذي استقال لأنه لم يحتمل ضغوط وكيلة وزارته هيام الياسري إبان فترة حكومة المالكي المدعومة من أحد الأحزاب قبل سنوات، لا يبدو أنه سيصمد كثيراً أمام أحزاب وميليشيات فاقت ميزانية بعضها ميزانية وزارة الدفاع. بات العراق بتكليف علاوي في أزمة أشد، فهو تكليف لم يأتي موافقاً لتطلعات شارع منتفض رافض لكل طبقة سياسية، وهو لتكريس هيمنة الأحزاب والميليشيات ومن يدعمها من خارج الحدود، ما يعني غلياناً أكبر للشارع قد يقود إلى مواجهة شعبية، خاصة مع إصرار ميليشيات متنفذة على إنهاء التظاهرات بأي شكل وطريقة. هل يستحق رئيس الوزراء العراقي الجديد منحه الفرصة؟ سؤال للكاتبة هيفاء زنجنة في مقالتها بصحيفة القدس العربي. جاء التحرك السياسي تحت غطاء الحرص على الوطن والمتظاهرين وشعار كلا كلا أمريكا لمقتدى الصدر الذي بات مثل الطعام البائت غير المستساغ، إذ اتفقت كتلتا الفتح بزعامة هادي العامري وسائرون بزعامة الصدر بعد محادثات سرية بين الأحزاب المتصارعة وبالتوافق مع إيران وأمريكا
اتفقوا جميعا على تعيين محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء، يحل محل عادل عبد المهدي الذي أجبره المنتفضون على الاستقالة. من المفارقات التي أثارت غضب المنتفضين السلميين كونه ذات التحالف الذي أوصل عبد المهدي إلى المنصب، وأن سيرة حياة علاوي تكاد تطابق سيرة عبد المهدي في تذبذبه السياسي من تابع لآل الصدر إلى حزب الدعوة الشيعي، ومن قائمة العراقية العلمانية إلى تقديم نفسه كمستقل. عاد علاوي إلى البلد مع الاحتلال الأمريكي، انتخب نائباً، ثم تم تعيينه في حكومتي نور المالكي 2006 حتى 2014 التي ساهمت بتحويل العراق إلى حقل قتل طائفي خلاله قصف مدن المقاومة بالبراميل الحارقة ومشاركة المحتل الأمريكي الاحتفالات بذريعة محاربة الإرهاب. أين هو علاوي من مطالب المتظاهرين وشروطهم لاختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة المرحلة الانتقالية؟ لا تدل سيرة علاوي وتاريخه القريب على أنه يحمل أياً من المواصفات المطلوبة التي ستضمن عودة المنتفضين إلى بيوتهم. لما لا يحاول وهو في المنصب الذي رضي بتسنمه ولديه الدعم من تحالفي يملكان أشرس الميليشيات وبمباركة إيران وأمريكا وحتى ترحيب الأمم المتحدة أن يكسب ثقة الشعب بإجراءات خطوات يمكن تنفيذها خلال أيام على غرار إطلاق سراح المحتجين المعتقلين ومحاسبة القتلة والجلادين؟ وإذا كان فعلا يريد القضاء على الفساد كما أعلن، فلما لا يكشف وثائق الاختلاسات والفساد التي يملكها؟ أم أن على المنتفضين أن يعيشوا في وطنهم رهائن لتدوير سلسلة الأكاذيب مرة أخرى؟ الانتفاضات الشعبية أو التظاهرات حين ترى الناس أن الوضع في البلد أصبح لا يمكن السكوت عنه فتخرج للشوارع مطالبة برحيل الطبقة السياسية الفاسدة التي لم تقدم للشعب ما يجب عليها أن تقدمه كونها سلطة بيدها المال والسلاح والقانون. ومن هنا يقول الشعب قولته المدوية الموجهة للطبقة السياسية الحاكمة قائلين لهم: ارحلوا وافسحوا المجال لغيركم كي يقود الدولة، كون البلد ليس ملكا لأحد أبدا. مقال للكاتب علي العقيدي في صحيفة الزمان العراقية. هنا أخاطب الطبقة السياسية التي تقود الدولة العراقية اليوم قائلا: هل سألتم أنفسكم لماذا الشعب بكل فصائله بدأ يرفض وجودكم على رأس السلطة؟ ألم تسألوا أنفسكم لماذا الشباب والرجال وكبار السن والنساء والأطفال والمنظمات الجماهيرية والنقابات وغير ذلك من طبقات المجتمع كلهم قالوا ويقولون بصوت واحد: نريد وطناً؟ ألم تسألوا أنفسكم أين ذهب الوطن بالشكل الذي يجعل الناس يرددون هذا الشعار يومياً وتفصيلياً؟ فأنتم قادة، والقائد عليه أن يكون عند حسن ظن من يقودهم ويسأل نفسه يومياً السؤال المستنتج من حركة الشارع. فالشارع هو الفيصل وهو الحكم وهو صاحب القرار، خاصة ونحن نعيش كعراقيين كما تقولون أنتم في ظل نظام ديمقراطي، والديمقراطية هي مصدر قوة للشعب والوطن. ومن هذا المنطلق انطلق الناس بالخروج إلى الشارع تعبيرا عن آرائهم وتوضيحا لمطالبهم وبشكل سلمي. لا يملكون سوى الكلام والشعارات، ربما قطعا صغيرة من الأحجار يستخدمونها حين تستخدم القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع أو الرصاص الحي ضدهم. أما شعارهم الثابت والمبدئي فهو سلمية سلمية، ورغم ذلك تستخدم الحكومة بدلا من النظر بمطالبهم وتحقيق الرفاهية والسعادة لهم تستخدم ضدهم الرصاص الحي وتقتلهم وكأنهم أعداء وليسوا أبناء وطن. النصر بإذن الله سيكون حليف الشعب الذي سرقتم أمواله وقتلتم أبناءه وساهمتم بإعادته إلى الوراء عشرات السنين، بحسب الكاتب.
الكذبة الكبرى التي تنطوي عليها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي حديثها عن حل الدولتين وادعاؤها أنها تمنح الفلسطينيين دولة بمساحة تقارب تلك التي استولت عليها إسرائيل في عدوان 67. هذه الكذبة ينقضها تماماً ما تنص عليه الخطة من أن السيطرة الأمنية المطلقة غربية نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط ستكون بيد إسرائيل لمدى غير محدود من الزمن. تجربتنا توضح أن من يسيطر على الأمن يسيطر على كل شيء، مقال لصائب عراقات في صحيفة الشرق الأوسط. هذه الخطة هي إحدى أبرز محاولات إدارة ترامب لفرض شرعة الغاب بديلاً عن الشرعية الدولية والقانون الدولي، وهي انتهاك صارخ للإجماع الدولي على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فإضافة إلى إعطائها ضوء أخضر لضم الغور والمستوطنات أي أكثر من نصف الضفة الغربية، فإن وظيفتها الرئيسة هي محاولة إيجاد مناخ إقليمي يدفع عجلة التطبيع بين إسرائيل وبين بعض الدول العربية. إن الذين يطالبون الجانب الفلسطيني بالتوجه إلى مفاوضات على أساس هذه الخطة يتجاهلون حقيقة الموقف الأمريكي الذي ينطوي على إلغاء الطرف الآخر وهو الفلسطيني، ويشكك بوجوده وجدارته كما جاء في تصريحات جاريد كوشنر وجيسون غريبنلات، وهو ما يؤكد أن إحدى وظائف الخطة هو العودة مرة أخرى إلى مسلسل إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني تحت ستار الأسطورة الكاذبة التي تتهم الفلسطيني بعدم إضاعة فرصة لتضييع فرصة. إذن من الطبيعي أن يرفض الفلسطيني والعربي ما جاء من وهم فيما يسمى بخطة السلام، وهذا ما عبر عنه موقف الإجماع العربي في اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في الجامعة العربية الذي رفض هذه الخطة واعتبرها غير مناسبة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل المبنية على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بل اعتبرها انتكاسة جديدة لجهود السلام الممتدة على مدار 3 عقود. رئيس الحكومة اللبنانية وصف حكومته بحكومة الاختصاصيين، غير أن الشارع اسماها حكومة تكنو محاصصة، وذلك بالإشارة إلى بقاء القوى السياسية في الحكومة صاحبة الحل والعقد، وبالتالي اعتبر الحراك نفسه مخدوعا بعدما أصر رئيس البرلمان على إشراكه في السلطة، غير أن الولادة الحكومية لم تحمل اسم أي وزير من الحراك. حول الحكومة في لبنان كتب محمد موسى مقالا في موقع عربي 21. منذ انطلاقة الانتفاضة أو الحراك أو الثورة في لبنان في 27 أكتوبر، لا تزال المواقف العربية منها ضبابية، خصوصا للدول التي تسمى حليفة لأمريكا ومشروعها في المنطقة. ولا يخفى على أحد أن مسارات الدولة الأساسية السياسية والاقتصادية والمالية متوقفة بانتظار دفاعة من جديد تحتاج بالمعنى السياسي إلى جرعة دعم دولية يصعب التكهن بمن سيتبناها، وإن كان هناك من له القابلية في التبني من الأساس. فغدا استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تكرر في أكثر من صالون سياسي أن الاستقالة لم تكن لولا الإذن أو التنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أو ما يعرف بقبة باط على الطريقة اللبنانية. وحتى تلك اللحظات كانت المؤشرات تقول إن الأمريكيين يريدون تحسين وضع الحريري في السلطة من خلال حكومة جديدة يكون له فيها الدور الفاعل، غير أن المجريات وتسلسل الأحداث أوصل الدكتور حسن دياب إلى رئاسة الحكومة، وحينها تجلى موقف صادم من الكثير من الصحف والمنتديات الأمريكية التي وصفت الحكومة بحكومة حزب الله، وبالتالي شكل بداية الطريق الوعرة لرئيس الحكومة أثناء عملية التأليف، والتي مرت بمطبات هوائية وسياسية كبرى أفضت إلى حكومة من دزينة أمريكان يحملون الجنسية الأمريكية واختلفت التسميات فيها.
إن الانفراج في العلاقة بين الحكومة الأمريكية وحكومة لبنان قد يشكل مدخلا للمساعدة من العديد من الدول التي تمتلك مفاتيح الحل المالي فقط، ولكن في السياسة هل يرغب الأمريكي في مساعدة لبنان بالفعل؟ هل تملك الحكومة اللبنانية خيارا إلا التحدث مع الأمريكيين للخروج من المأزق؟ الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا ولبنان ما بعد سليماني، مقال للكاتب مايكل نايتس في مقال مشترك بموقع الحرة، حيث يقول: لا يزال حزب الله اللبناني أكثر الوكلاء الإيرانيين ترسخا من الناحية المؤسسية، غير أن مقتل سليماني سيشكل تحديات أكثر مما سيقدم فرصا لهذا الحزب. والآن وبعد زوال سيطرة سليماني، يعتقد حزب الله على ما يبدو أنه قادر على استعادة بعض من الاستقلالية التي كان يتمتع بها قبل عام 2011، لكنه يدرك في الوقت نفسه صعوبة موقفه في الوقت الراهن، فقد كان الحزب يعاني من انخفاض الموارد والأفراد، خاصة بعد تعرضه لعقوبات أكثر قسوة وخسارته العديد من قادة النخبة في سوريا واعتماده المفرط على سليماني كقائد عسكري. وعلى هذا النحو فإن الحزب منتشر حاليا بصورة متسعة، بحيث يتعذر عليه الاضطلاع بدور أكبر في العراق أو باقي دول الهلال الشيعي، وأدت الاحتجاجات المحلية الأخيرة إلى تفاقم هذه المشاكل. وخلافا لما يحصل في العراق، يتحدى المحتجون في لبنان الميليشيا الشيعية المحلية بشكل غير مباشر، فهم يتظاهرون ضد الفساد، علما بأن حزب الله يحمي النظام الفاسد. وهناك طريقة أخرى لمواجهة حزب الله، وهي الامتناع عن إنقاذ الحكومة اللبنانية الحالية ماليا، فقادة الحزب بارعون في التلاعب برغبة المجتمع الدولي في الاستقرار في لبنان، وتحت هذه الذريعة طرحوا حكومة يسيطر عليها حزب الله لن تنفذ أي إصلاحات جوهرية. قالت وسائل الإعلام الصينية إن مستشفى سيادته السلطات في 8 أيام لعلاج المصابين بفيروس كورونا في ووهان بؤرة تفشي الفيروس سيبدأ في استقبال المرضى هذا اليوم، وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 1000 سرير، ويهدف إلى تعويض نقص الأماكن في مستشفيات المدينة الأخرى إثر تفشي الفيروس وفق وكالة رويترز. وتم بناء مستشفى هوشينشان في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض، الذي بلغ عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن أكثر من 17,000 حالة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أيضاً. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.